ما زلنا بنفس الملف. امبارح ايضا زي ما تابعنا مع حضرتك وكان في جزء مهم في اجتماع سياده الرئيس مع وزاره الزراعه اللي اتكلمنا عنه متعلق بالامن الغذائي وتنميه الثروه الحيوانيه وتطوير منظومه الاعلاف، ده الى جانب تحسين منظومه السلالات والاهتمام بصغار المربين. ربما اتكلمنا في الزراعه، خلينا نتكلم في الثروه الحيوانيه، خلينا نتعرف اكثر. معنا على الهاتف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروه الحيوانيه والدجانه للحديث اكثر عن هذا الامر. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذ مصطفى. عايزين نتعرف من خلال حضرتك على أهمية توجيه الرئيس بتطوير منظومة الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها، إزاي ده يعني هيبقى ليه مردود على السوق المحلي وبنسبة كام؟ هنعرف ده إزاي في أسعارنا لما نخش السوبر ماركت ونخش الأسواق. بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن إحنا متابعين الاهتمام الغير مسبوق بثرواتنا الحيوانية والدجنة منذ تولي فخامة الرئيس مقاليد البلاد في 2014 من أجل تنمية مستدامة. دوت يمكن تبلور في العديد من المشروعات القوميه اللي راعتها وزاره الزراعه وتبنتها الدوله المصريه. لما اقول اهمها في عجاله لما نشوف المشروع القومي للبتلو، المشروع القومي للتحسين الوراثي، المشروع القومي لرفع كفاءه وانشاء مراكز تجميع البان، والمشروع القومي لتوفير الدعم اللوجستي والفني والمالي لتطوير عنابر الدواجن. يمكن دوت كان بيحتاج بالتوازي معاه لزمن تطوير منظومة الأعلاف والاهتمام بالأعلاف لتواكب هذه المتطلبات. يمكن صناعة الأعلاف بتشهد تطور ملحوظ في الفترة الحالية، وابتدى علماء والباحثين في المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة باستنباط تقاوي وبذور لمحاصيل علفية تتحمل نسبة عالية من الملوحة وتتحمل الزراعة في أراضي مش ممتازة، وكمان مع استنباط أنواع من المحاصيل العلفية اللي هي ممكن بيكون بقاءها في الأرض فترة أقل واحتياجاتها للمياه بنسبة أقل وإنتاجيتها أعلى. ده بخلاف طبعا الأعلاف المركزة نفسها وما شهدته من تطور. عمليات تسجيل مقاليد الأعلاف دلوقتي بتكون بشكل ميسر وأفضل، العديد من المواد الخام الجديدة دخلت في تسجيلات الأعلاف وطبقا للمواصفات القياسية. عندنا معامل مرجعية دولية يعتد بها في اعتماد وتسجيل مقاليد الأعلاف. عملية الرقابة على صناعة الأعلاف على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بلا توقف للحصول على أعلاف جيدة تحقق أعلى معدلات أداء. كمان كان في العديد من المزايا والمنح التي قدمت وتقدم لصغار المربيين باعتبار أن ما لدينا من ثروة حيوانية ودجنة يمكن 60-80% منها في إيد صغار المربيين. فاحنا شفنا المشروع القومي للبتلو والاستفاده منه وب 5% طبقا لمبادره البنك المركزي بفائده بسيطه متلاصقه، استثناء صغار المربيين من الشكل والشرط القانوني للتمويل سواء كان في الثروه الحيوانيه او كان في الدواجن. عمليه الاهتمام بمراكز تكميل الالبان، واحنا عارفين ان مراكز تكميل الالبان بتعتبر المنافذ التسويقيه لصغار مربي ماشية اللبن، فتم اهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية ومن القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة مراكز تكميل الألبان اللي تواكب التطورات الدولية. وبالفعل زي ما قلت لحضرتك ان دي تعتبر المنافذ التسويقية لصغار مربي ماشية اللبن، وتم إنشاء مراكز تجميع ألبان في المناطق اللي بيتمركز فيها صغار مربي ماشية اللبن وتفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان. المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم جاري إنشاء فيها أكثر من تقريبا 46 مركز لتجميع الألبان النموذجي اللي يستوعب كل الألبان التي تنتج من صغار المربين في هذه الأماكن. إلغاء شرط إلزام تقديم تصريح تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط من صغار المربين ليستفيد من اي تمويل للثروه الحيوانيه. تم عقد بروتوكولات عديده بقى ما بين وزاره الزراعه وما بين البنوك المموله وما بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
من اجل صغار المربين لرفع كفاءه تعنادرهم وتحويلها من نظام التربيه المفتوح للنظام المغلق بفائده بسيطه متناقصه 5% وما يترتب على ذلك من اثار ايجابيه تتعلق بزياده الانتاجيه وتحسين العائد الاقتصادي وتقليل مصروفات التشغيل. عقد بروتوكولات ما بين وزاره الزراعه والجمعيات الاهليه وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص من اجل صغار المربين برضه، سواء كان في كرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لاستفادة صغار المربين بنشر وتوزيع السلالات المتميزة عالية الإنتاجية، سواء كانت بلا مقابل تماما ديت من الأسر الأكثر احتياجا، وتحويل عائل الأسرة من متلقي للدعم المادي إلى منتج وما يترتب على ذلك من آثار ومن قيمة مضافة، أو مشاركة العائل بثلث قيمة الرأس المتميزة عالية الإنتاجية المستوردة، ووزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي بتشارك في الثلثين، أو من خلال بروتوكولات مع القطاع الخاص برضه لتدبير السلالات المتميزة عالية الإنتاجية. هي بروتوكولات عديدة يا فندم زي ما ذكرتها، لكن بما أن حضرتك تحدثت عن المزايا التي تمنح لصغار المربين أو بشكل عام مربين، لو هنتكلم تحديدا على رؤوس المشاهير، الحقيقة كمان كان من ضمن المزايا دي هو خلينا نقول مكافحة الأمراض والفيروسات طبعا من خلال التصدي ليها اللي كمان متعلقة زي ما قلت لحضرتك بأمراض الثروة الحيوانية. عايز أعرف من حضرتك إيه اللي قمنا بيه بصدد هذا الموضوع، ولأي مدى ده ساهم وهيساهم في تنمية الثروة الحيوانية كمان؟ الهيئة العامة للخدمات البيطرية وكل فروعها ممثليها في على مستوى الجمهورية من مديريات طب بيطري ومن إدارات بيطرية ووحدات بيطرية بيقوموا بهذا الدور وبعمل الفحوصات الدورية اللازمة وعمل التحصينات الدورية المتعاقبة والتحصينات القومية. عندنا معهد بحوث الأمصال واللقاحات يمكن إنتاجيته زادت عشرات المرات، انتاجيته زادت لتغطي احتياجاتنا من الامصال واللقاحات، وبيتم على طول دايما اكتشاف اي مرض جديد لتصنيع اللقاح والامصال الخاصه به. ويمكن عايز اقول لحضرتك احنا يمكن من اول الملفات اللي اتعامل عليها معالي وزير الزراعه السيد القصير والسيد نائب الوزير للثروه الحيوانيه والسمكيه والداجنه فور توليهم المسؤوليه هو اعداد قواعد بيانات دقيقه موثقه. يمكن قبل كده ما كانش فيه قواعد بيانات دقيقه، فبالتالي كانت معظم الاجراءات والقرارات اللي بتتاخد كانت بتبقى مش صائبه قوي، لكن عندي قواعد بيانات سليمه والكترونيه موثقه بتساعد كتير قوي في اتخاذ القرار. اصبح دلوقتي لدينا خريطه كامله لثرواتنا الحيوانيه والداجنه على مستوى الجمهوريه بمراكزها بمحافظاتها بقراها كمان، عارفين احتياجاتنا من الامصال واللقاحات، عارفين اي مشكله بتظهر فين وبتبتدي نتعامل معاها بسرعه. عمليه ان برضه معالي وزير الزراعه لما بيرفع قيمه التعويض لاي حيوان منتج للبن او منتج للحوم لا قدر الله، بحيث ان يعوض مالك ومربي الحيوان عن قيمه الحيوان، فبيتم التخلص الامن منه. قبل كده يمكن كان القله من ضعاف النفوس ممكن يتخلص منه بالبيع او ينزل في الاسواق او يوزع لبنه، دلوقتي التعويض اصبح مجزي واصبح يساوي قيمه الحيوان، ومش بس كده تكثيف كمان عمليات الرقابه البيطريه والصحيه واخذ الفحوصات باستمرار وعمل الاختبارات المعمليه لاكتشاف كل دي مجهودات كبيره جدا بيقوم بها القطاع. بنشكرك يا دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروه الحيوانيه والدجاجه، شكرا جزيلا لحضرتك.